العالمين. بقي عنا الله يسلمكم من الصفات المتضادة صفة الإطباق والمين والانفتاح. انتبهوا لهم شوي، نختم فيهم الصفات المتضادة. الإطباق والانفتاح. الحروف العرب، بالله يركزوا شوي حتى تفهموا هذا. الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والمين والحناك مطبقة، هي المجموعة الأولى، ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والمين والحناك، وهي مين ومين؟ الصاد والضاد والطاء والظاء. منفتحة، هي المجموعة الأخرى، لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، وهي باقي الحروف. إذن كم حرف منفتح عندي؟ 25. لاحظوا بارك الله فيكم، الحرف المطبق من حيث انحصار الصوت، ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك، مثلا الظاء. انظروا لما يقول القارئ أظ ولا يظلم ربك، يظ أظ، يضع طرف لسانه على طرف إيه؟ أسنانه كما ذكرنا بالأمس، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما. فماذا ينتج؟ طبعا الصوت منين طالع؟ طالع من هنا من الوترين، لسان المزمار راجع لورا شوي، فالحلق متضيق، فيصعد الصوت لهنا ويصطدم بقبة الحنك ويعود وله رنين، ويبقى محصورا فين؟ بين اللسان، هاي اللسان شايفينه، وبين مين؟ بين الحنك الأعلى، هذا الحنك الأعلى، شايفين انحصار الصوت؟ هذا الصاد والضاد والطاء والظاء، هذا الانحصار لا نجده إلا في هذه الأربعة. انتبهنا؟ إذن ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى. شوف لي هذه، الحرف المنفتح من حيث انحصار الصوت، لا ينحصر الصوت بالحرف المنفتح بين اللسان والحنك الأعلى. حتى القاف، شوف من الأمام مفتوح المكان، عندما تقول قا قا في انحصار؟ ما في انحصار، فالقاف مستعلية لكنها منفتحة، والصاد مستعلية لكنها مطبقة. ألو معي ولا مالكم معي؟ من عيد، القاف مستعلية لكنها منفتحة، الصاد مستعلية لكنها مطبقة. شو معنات مطبقة؟ صوتها محصور بين اللسان والحنك، يعني قبة الحنك. وضح؟ الاستعلاء صفة قوة أليس كذلك؟ والإطباق صفة قوة. طيب الاستعلاء شو بيقابله؟ الاستفال. والإطباق شو بيقابله؟ الانفتاح. فإذا عندي حرف مستعلي لكنه مطبق، وحرف مستعلي لكنه منفتح، مين أقوى؟ المستعلي. عرفتوا ليش قال الجزري رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى؟ ليش أقوى؟ لأنه فيه صفتين قوة، لأنه فيه إيه؟ صفتي قوة. ما هما هاتان الصفتان؟ الاستعلاء والإطباق. بينما المستعلي المنفتح كم صفة قوة فيه؟ واحدة. ما هي؟ الاستعلاء. هذا يا ترى وين بيتجلى هالموضوع؟ يتجلى في المكسور. يتجلى وين؟ لما أنت بتقول وإذا قيل لهم، لاحظتوا القاف كيف ضعفت؟ لأنه فيها صفة إيه؟ فيها صفة قوة واحدة، لكن بتقول تلك إذا قسمة ضيزة ضي، شوف مع أنه الضاد مكسورة بس صوتها هالقد كبير، ضي من طين طين، شوف طاء مكسورة ومع ذلك إيه؟ عرفتوا ليه؟ لأنه عم يشدها لفوق كم صفة؟ صفتين، الاستعلاء والمين، وعم يشدها لتحت مين؟ الكسر.
بينما مثلا من غل عم يشد لفوق الاستعلاء ولتحت الكسر. عرفنا ليش نحن لما منكسر الغين والخاء والقاف منلاقي صوتهم صار ضعيف، بينما الطاء والضاد من ظل الى ظل ذي ثلاثي شو ظي ظي، شايفين مع انه مكسورة بس ما شاء الله كبيرة ظي. وضح اخواننا؟ اذا هذا شكل الفم في المستعلي الايه المنفتح، وهذا شكله في الايه في المستفل المرقق. الان هذه الصورة فيها ثلاثة انواع بضدها تتميز الاشياء. لاحظوا الحرف المستعلي المطبق، لاحظوا المستعلي المنفتح يعني غير المطبق، شايفين الفرق؟ شايفين المستعلي المطبق كيف الصوت محصور، بينما المستعلي المنفتح الصوت غير محصور، والمستفل كما ترون صوته منحدر. وضح اخواني؟ وضح؟ عرفنا اثر هذا الكلام على النطق؟ قاعدة: حروف الاستعلاء السبعة قسمان، مستعلية مطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، مستعلية منفتحة وهي الايه الغين والخاء والقاف. فحرف الاستعلاء المطبق استعلاء مطبق أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح، ضامر أشد تفخيما من ايه غالب، وطور أشد تفخيما من ايه وقوموا، وكذلك ضيزة عظيم أشد تفخيما من قيل وغيض وخيفة. وضح الأمر؟ بهذا نكون قد انتهينا من الصفات الايه المتضادة. الصفات